السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله تعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لإقامة مثل هذه الدورات، والتي أسأل الله جل وعلا يجعلها نافعة مفيدة مباركة. ولا يخفاكم بأن هذه هي الفترة الثالثة من دورة الفوائد، ولعلنا إن شاء الله بحوله وقوته نختم غدا الشرح، شرح متن الورقات، لعلنا غدا بحول الله تعالى نختم، وأسأل الله تعالى لي ولكم القبول. نبدأ الآن بالقراءة ثم التعليق، تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: تنبيه في التعارض. قال: إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه، فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذا إذا كانا خاصين، وإن كان أحدهما عامًا والآخر خاصًا فيخصص العام بالخاص، وإن كان أحدهما عامًا من وجه وخاصًا من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. أحسنت. هذا يسمى عند علماء الأصول بباب التعارض والترجيح، وهذا من أهم الأبواب في أصول الفقه، بل هو من أهم الأبواب في الشريعة الإسلامية. ذلك أننا نعتقد بأن كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يدخل فيهما شيء من النقص أو التعارض الحقيقي، التعارض الحقيقي. فالله جل وعلا قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك القرآن ولله الحمد معصوم، وكذلك السنة معصوم. فإذا وجد شيء من التعارض، وهذا موجود، التعارض يعني تقابل دليلين كل أحدهما يشير إلى معنى غير المعنى الموجود في الدليل الآخر، هذا هو المعنى، فإن هذا التعارض لا يجوز أن يعتقد المسلم بأنه تعارض حقيقي، وإنما هو تعارض ذهني، يعني في ذهن المكلف، في ذهن طالب العلم، فينقدح في ذهنه هذا التعارض، ولذلك مرده إلى الذهن. أما كونه حقيقي فهذا لا يجوز اعتقاده، فضلا عن ادعائه مثلا أو العمل به. ولذلك التعارض عندنا في هذا المقطع الذي قرئ عليكم الآن، هذا موضوع اسمه موضوع التعارض والترجيح، بمعنى أنه هناك تعارض بين دليلين، وهناك موضوع آخر وهو الترجيح بين الدليلين، يعني كيف نسلك دفع التعارض هذا حتى نصل إلى الصواب. طيب، ما معنى التعارض؟ التعارض يعرفه العلماء، يقولون بأن التعارض هو تقابل الحجتين، أو تقابل الحجتين المتساويتين على وجه يوجب كل منهما ضد ما توجبه الأخرى، هذا هو التعارض. ولذلك تقابل حجتين أو دليلين متساويين على وجه يوجب كل واحد منهما ضد ما يوجبه الآخر، ضد ما يوجبه الآخر. وهذا طبعا لما نتأمل أحد دواوين السنة النبوية نجد أن هذا كثير أيضا في السنة النبوية. طيب، ما معنى الترجيح؟
الترجيح هو تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى بدليل، تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى بدليل. إذن الترجيح هو المسلك الذي ندفع به التعارض الذهني الحاصل في ذهن المكلف. الماتن رحمه الله تعالى بالاستقراء وبالصبر والتقسيم توصل إلى أن التعارض بين الأدلة هذه إما أن يكون بين عامين، يعني نصين عامين، وإما أن يكون بين خاصين، يعني نصين خاصين، وإما أن يكون بين عام وخاص، وإما أن يكون بين نصين عام من وجه أو عام مخصوص من وجه وخاص عام من وجه. واضح؟ هذه أربعة احفظوها، ترى في جوائز اليوم. ها، إذن هذا هو الذي ذكره المصنف بالاستقراء، عامين أو خاصين أو عام والآخر خاص، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه آخر. هذا باستقراء الأدلة الموجودة الآن التي أفادت التعارض. بالنسبة لموضوع دفع التعارض، عندنا مدرستان، الجمهور في مقابل الحنفية. الجمهور يسلكون في دفع التعارض ثلاث خطوات، عندما يريدون أن يدفعوا هذا التعارض يذهبون إلى ثلاث خطوات يرتبونها. الخطوة الأولى الجمع بين الدليلين، الجمع بين الدليل، ومعنى الجمع إعمال كل دليل، يعملون كل دليل ولا يهملون هذه الأدلة ولا يسقطون بعض الأدلة. هذه الخطوة الأولى. فإن لم يمكن الجمع ذهبوا إلى الترجيح، يرجحون، هذه الخطوة الثانية. والترجيح هذا يكون بجملة من الخطوات، الترجيح من خلال السند، الترجيح من خلال الدلالة، الترجيح من خلال المدلول مثلا، يعني الحكم، ولهم خطوات في مسألة الترجيح، وهذا يعني باب طويل جدا مسائل الترجيح. الخطوة الثالثة إن لم يمكن لجأوا إلى النسخ، لجأوا إلى النسخ، وبعضهم يقول يلجؤون إلى تقديم أحدهما على الآخر، وفيما يظهر بأنه هو النسخ. بينما مدرسة الأحناف أو الحنفية يذهبون أول ما يذهبون إلى النسخ، فإذا تعارض دليلان قالوا بنسخ أحدهما. ومسألة النسخ اللي مرت معنا في الدورة السابقة يعني ليست بهذه السهولة، النسخ يعني فيه أحكام كثيرة، وأيضا لا بد من معرفة المتأخر عن المتقدم، وما هي الخطوات أيضا التي يعرف فيها المتأخر عن المتقدم. إذن الخطوة الأولى من الخطوات التي يسلكها الجمهور، وهو الذي ذكره الماتن رحمه الله تعالى، الجمع والتوفيق بين المتعارضين. طيب أضرب لكم مثال. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا دليل عام أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صلاتين، من بعد صلاة الفجر بفعل المصلي، ومن بعد صلاة العصر، ممنوع أحد يصلي في هذين الوقتين لأنهما من أوقات النهي. فلاحظ بأن هذا الحديث عام، فيه النهي عن كل صلاتين في هذين الوقتين. عندنا حديث آخر عارض هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا عام في جواز كل صلاة مقضية في كل وقت، فحصل هنا تعارض، حصل هنا تعارض بين العمومين. قام جماهير أهل العلم فجمعوا بين هذين الحديثين بحمل الأول على النهي عن جميع الصلوات الفرائض والنوافل، قالوا ما تصلى في هذا الوقت، وحملوا الثاني على أنه مخصص للأول لأنه أقل عموما منه، فلذلك يقضي الإنسان الصلوات التي فاتته نسيانا أو نوما في هذه الأوقات. واضح؟ هذا دليل على
مسألة الجمع. كذلك في الخصوص مثلا، لأنه قال وخاصين أيضا، فإذا أمكن الجمع بين الدليلين الخاصين فإنه يجمع بينهما. عندنا حديث جابر رضي الله عنه الذي في مسلم، حديث جابر في المناسك الطويل، في قطعة من الحديث هو جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمنى. يوم النحر يوافق كم؟ يوم النحر العاشر، يوم العيد، يوم العيد. النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ثم نحر هديه وحلق ثم ذهب إلى مكة لطواف الإفاضة. حديث جابر يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر في مكة في الحرم يعني. وعندنا حديث ابن عمر، حديث صحيح أيضا عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى، صلى الظهر بمنى. تعارض الأمر ولا ما تعارض؟ في تعارض. جابر يقول صلاها بمكة، وابن عمر يقول صلاها بمنى بعدما رجع إلى مكة. إذن حديثان خاصان متعارضان، كيف جمع العلماء بينهما؟ وهذه فائدة الرجوع إلى أهل العلم. فذكروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بدل ما يهمل أحد الحديثين أو الدليلين أو يسقط أحدهما مثلا، لا، جمعوا بينهما، فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة في أول وقتها، ولما رجع إلى منى صلى الظهر بالناس مرة أخرى لما سألوه أن يصلي بهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا لينا بأصحابه صلى الله عليه وسلم. ها؟ تصدق يعني أو صلى بهم. وهذا هذا دليل لمن يذهب إلى جواز صلاة المفترض بالمتنفل أو المتنفل بالمفترض. طيب، أيضا عندنا الآن من خلال السبر والتقسيم، الآن عندنا الثالث ما ذكره المصنف من تعارض العام والخاص. تذكرون أخذنا العام والخاص ولا تنسون؟ ها؟ طبيعتنا النسيان، ما مضى العام والخاص. عموما إذا تعارض العام والخاص هل فيه صعوبة أبو عبد الله؟ إذا تعارض العام والخاص فيه صعوبة في الجمع؟ ما في. ماذا نعمل؟ نحمل العام على الخاص، فالخاص يقضي على العام، الخاص يقضي على العام. يعني مثلا في قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، كل زوج مات فإن زوجته تتربص يعني العدة أربعة أشهر وعشر، هذا عام في كل امرأة. لكن جاء نص يقول جل وعلا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، إذن قلنا نقول هذا خاص بالمرأة الحامل، فعدتها بوضع الحمل، طال الحمل أم قصر الحمل. ولذلك هذه مسألة أعتقد من المسائل اليسيرة بالنسبة لطالب العلم، يحمل العام على الخاص، لأن القاعدة الشرعية أن الخاص يقضي على العام. عندنا ما يتعلق في موضوع الأمر الأخير، التي مثلا إذا كان ذكر رحمة الله عليه إذا تعارض دليلان أحدهما عام من وجه وهو في الآخر خاص، والآخر كذلك عام من وجه وهو في الآخر خاص، ولذلك قال رحمة الله عليه الماتن وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر، أو يخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر، والمعنى أن يحمل عموم الأول على خصوص الثاني ويحمل عموم الثاني على خصوص الأول. طيب، عندنا مثال سهل جدا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. طبعا رواية ابن ماجه في زيادة ابن ماجه إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، هذه ضعيفة لكن الإجماع عليها، الإجماع عليه. خلونا الآن في قول النبي عليه الصلاة والسلام
الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب ماذا يفيدك هذا الحديث؟ أنا أسأل، ماذا يفيدك لما تقرأ الحديث؟ يفيدك ماذا؟ ها؟ أن الماء لا ينجس أبدا، أن الماء ما يمكن أن ينجس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب عندنا حديث آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني النجاسة، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. الحديث الأول عام في طهورية الماء كله، طبعا أنا ما أتكلم الآن عن مسألة الزيادة، طبعا اللي هي أجمع عليها العلماء وإن كان إسنادها ضعيف إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. طيب فهنا خص ما منه ما ورد فيه التغيير، خص منه ما ورد فيه التغيير إذا تغير الماء. الحديث الثاني إذا كان الماء أكثر من قلتين لم يحمل الخبث مطلقا، وإن كان أقل حمل الخبث، حمل الخبث، تغير أو لم يتغير، تغير أو لم يتغير. وهذا الكلام على مذهب الجماهير، المالكية لهم يعني قول في هذا لا يصلح أني أذكره لأنه ينقض علينا القاعدة. والمعنى أن الأول الماء طهور لا ينجسه شيء، عام في طهارة غير المتغير سواء كان قلتين أو أقل، والثاني عام في طهارة القلتين تغير أم لا، تغير أم لا. طيب كيف نأتي الآن إلى قضية الجمع؟ يخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. الأول عام في أن الماء طهور لا ينجسه شيء، ومخصوص منه ما هو؟ ما دون القلتين، ما دون القلتين إن لم يتغير، إن لم يتغير. الحديث الثاني حديث القلتين عام في كل ما بلغ قلتين لم يحمل الخبث، ومخصوص بما أجمع عليه العلماء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة. واضح؟ تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة، واضح؟ هذه الخطوات التي ذكرها ذكرها الماتن في قضية الجمع بين هذين بين هذه الأحاديث في مسألة الجمع. طيب عندنا مسألة الترجيح الآن، مسألة الترجيح. الترجيح هو ترجيح أحد المتعارضين على الآخر، يعني لا بد إذا ما استطعنا الجمع نسلك مسلك الترجيح بحيث أننا نرجح أحد الدليلين، والترجيح هذا لا يكون بالتشهي ولا بالهوى وإنما بدليل، وإنما بدليل. طيب عندنا مثال، والأمثلة دائما لما نذكرها تثبت القاعدة في أذهاننا. حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء، الماء يعني المني، الماء المني. والمعنى هذا الحديث طبعا في الصحيح، المعنى أن الإنسان إذا جامع أهله ولم ينزل لا غسل عليه، والغسل إنما من الماء إذا أنزل، هذا المعنى الحديث. طيب واضح بأن هذا الحديث أفاد بأن الغسل لا يجب إلا بإنزال المني. عندنا حديث عائشة رضي الله عنها إذا التقى الختانان وجب الغسل، تقول فعلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت فاغتسلنا. طيب الآن في الترجيح نرجح حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها. طيب كيف رجحنا حديث عائشة مع أن الحديث الأول أيضا صحيح؟ كيف رجحنا؟ ها ها، أحسنت. أولا عائشة ذكرت أمرا يخصها ويخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك يقدم مثل هذه الأحاديث التي في الأحوال الخاصة للنبي عليه الصلاة والسلام على غيره، ولذلك عائشة حكت ما كان يقع لها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني أن حديث أبي سعيد الخدري دل على عدم وجوب الغسل بمجرد الوقاع بمفهومه، وحديث عائشة دل على وجوب الغسل بالوقاع بمنطوقه،
والمنطوق عندنا كما ذكرنا في الدورات السابقة مقدم على المفهوم. أيضا من المرجحات لحديث عائشة ما ورد من حديث أبي هريرة وهو يعضد هذا، وهذه طريقة العلماء في الجمع، جمع الأدلة في الباب الواحد. قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل، يعني سواء أنزل أو لم ينزل، أنزل أو لم ينزل. ولذلك لاحظوا كيفية تتبع العلماء لبقية الأحاديث وأيضا للقواعد في مسائل الترجيح. والمسلك الثالث، الخطوة الثالثة، إذا لم يمكن الترجيح هنا يلجؤون إلى قضية ما يتعلق بمسألة النسخ، بمسألة النسخ، العمل بالمتأخر وترك المتقدم، العمل بالمتأخر وترك المتقدم. يعني مثلا عندنا حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، إلا سواء بسواء. عندنا حديث ابن عباس رضي الله عنه: لا ربا إلا في النسيئة. طيب ماذا يفيدك حديث ابن عباس لا ربا إلا في النسيئة؟ أنه يجوز التفاضل. أحسنت، أنه يجوز التفاضل في ربا الفضل، في ربا الفضل. طبعا ابن عباس رأيه في هذا معروف، تراجع عنه في لما يعني نوقش رضي الله عنه. حديث أبي بكرة رضي الله عنه رجحه العلماء على حديث ابن عباس، لأن حديث أبي بكرة متأخر، حديث أبي بكرة متأخر، ولذلك عاملوا بالمتأخر هنا. وهناك طبعا قراء كثيرة دلت على هذا بطبعا الاستقراء، ولذلك العلماء قالوا بأن الربا يكون في الربا يكون ربا الفضل وربا النسيئة، يعني ربا التأخير، ربا التأخير. وطبعا عندنا حديث كثيرة، منها مثلا حديث طلق بن علي إن لما سئل عن مس الذكر هل ينقض الوضوء أم لا قال: إنما هو بضعة منك. وحديث بسرة بنت صفوان قال: من مس ذكره فليتوضأ. طبعا من أهل العلم من ذهبوا إلى النسخ، وإن كان النسخ غير ممكن، لكن أنا أذكر لكم دليل، يعني أحد الأدلة على أن بعض العلماء قالوا بأن حديث بسرة ناسخ لحديث طلق بن علي، ناسخ له، ولذلك قالوا بوجوب الوضوء من مس الذكر. نحن لا نفتي هنا، نحن نعلم، انتبهوا، يعني ليس بالضرورة أن يكون هذا هو الراجح. طبعا بعض العلماء مثل ما ذكرت لكم يذهبون إلى إذا ما أمكن النسخ، أيضا يلجؤون إلى ماذا؟ إلى التساقط، تساقط الدليلين. يقولون إذا ما أمكن الجمع تساقط الدليلان فكأنهما لم يوجد. ولا شك بأن هذا يعني يفضي إلى ماذا؟ إلى يعني إهمال كثير من نصوص الشريعة. ويقول أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه بعدما ذكر هذه المسألة قال: ذهب إلى أن الشخص يكون كالعامي يقلد غيره ولا يتخير، فالتخير تشهي لا أخذ من دليل، لأن من العلماء من قال الذين قالوا يتساقط الدليلان واختلفوا في التساقط. طيب ما العمل؟ بعضهم قال بالتوقف وبعضهم قال بالتخير، ولكن شيخ الإسلام يذهب إلى أن الشخص يكون مثل العامي حتى لو كان طالب علم، وما أوصله اجتهاده إلى الحكم على هذين الدليلين المتقابلين ولم يستطع الترجيح بينهما أصبح مثل العامي الذي يجب عليه التقليد فيقلد العالم، يقلد غيره. نعم. قال: الإجماع. وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة، والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان،
ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، فإن قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، فلهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. نعم، هذا هو الدليل الثالث من أدلة الشرع، أدلة الشرع الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح الذي سيأتي بإذن الله تعالى. والإجماع هذا من أعظم الأدلة بعد الكتاب والسنة، بل بعض العلماء، وهذا طبعا على خلاف قول جماهير أهل العلم من الأصوليين، جعل الإجماع مقدم على الكتاب والسنة، قالوا لأن الأمة ما يمكن أن تجتمع على ضلالة، والإجماع أصلا مبني على الكتاب والسنة. أما أدلة الكتاب والسنة فقد يكون تكون بعض أدلة الكتاب والسنة يعني تحتمل أوجه، أما الإجماع القطعي اليقيني، تكلمون عن الإجماع القطعي اليقيني، قالوا هذا من أقوى الأدلة. جماهير أهل العلم يجعلونه في الرتبة الثالثة بعد القرآن وبعد السنة. الإجماع عرفه الماتن رحمه الله تعالى بقوله اتفاق علماء العصر على حكم الحادث، يعني أن يجتمع علماء العصر ويتفقون على حكم شرعي، إما يكون حلال أو حرام أو واجب مثلا، يتفقون عليه. والمقصود بالعلماء هنا علماء الشريعة، يقصدون علماء الشريعة، ولذلك يخرج علماء الدنيا مثلا علماء الطب الهندسة البقية الأشياء، لكن يمكن لعلماء الشريعة أن يستأنسوا بما يفيد الإجماع من بقية العلماء. ولذلك المقصود بالإجماع هنا إجماع علماء الشرع، يعني الفقهاء الذين بلغوا مرتبة الاجتهاد في علم الشريعة. وقوله اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، يعني الحادثة الشرعية. فالأحكام الدنيوية مثل ما ذكرت كالطب والهندسة وبقية الأشياء، هذا لا يتناولها الإجماع، وإنما المقصود بالإجماع قصره على الأحكام الشرعية. قول المصنف وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، هذا هو قول جماهير أهل العلم على أن الإجماع حجة ودليل شرعي، أجمع المسلمون على ذلك، على أن الإجماع حجة ويعتبر دليل من أدلة الشرع، ولذلك شذ بعض أهل البدع ولم يروا الإجماع دليلا، وقولهم هذا غير معتبر في مخالفة الإجماع. أدلة الإجماع في القرآن والسنة كثير، يقول جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. هذه الآية استدل بها العلماء على حجية الإجماع، لأن سبيل المؤمنين هو ما اتفقوا عليه، ومن خالف سبيل غير المؤمنين فقد خالف إجماعهم. أيضا في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، في أحد أوجه التفسير على أن أولي الأمر هنا يحمل أيضا على العلماء، يحمل على العلماء، ولذلك قالوا بأن هذه الآية تدل على حجية الإجماع، وذكروا لذلك وجوه، منها أن الله تعالى أمر بطاعة العلماء وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر في المسائل الشرعية هم العلماء. والثاني في قول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، منطوقها أن ما اختلفتم فيه فردوه إلى الله، يعني إلى كتاب الله وإلى الرسول في حياته وإلى سنته بعد وفاته، وخذوا حكمه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو العمل بالإجماع. ولذلك الأدلة كثيرة، أيضا منها ما استدل به العلماء من عموم الأدلة على عصمة هذه الأمة
عصمة هذه الأمة، لن تجتمع أمتي على ضلالة أبدا، عليكم يد الله على الجماعة، فاتبعوا أو اتبعوا السواد الأعظم، فإن من شذ شذ في النار، وغير ذلك وغير ذلك. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه قال: السلف كان يشتد إنكارهم على من يخالف الإجماع ويعدونه من أهل الزيغ. طبعا الإجماع منه ما هو قطعي ويقيني، ومنه ما هو ظني، ومنه ما سكوتي كما سأبين، لكن هناك من الناس من بالغ في حكاية الإجماع، وقد أنكر الإمام أحمد رحمة الله عليه على بعض الطوائف في عصره الذين كانوا إذا أتوا بمسألة قالوا عليها الإجماع، فقال: من ادعى الإجماع فهو كاذب. وهؤلاء كانوا يصادمون النصوص الشرعية، يصادمون النصوص الشرعية. طبعا يوجد من أهل العلم من أيضا ذهب إلى عدم إمكان الإجماع، وهذا لا شك بأنه يعني خطأ. الإجماع ممكن، اجتماع علماء الشريعة ممكن ولله الحمد. وهناك من زعم مثل ما ذكرت قبل قليل يدعي الإجماع، والواقع بأن ادعاءه غير سليم. قول المصنف رحمة الله عليه أو الماتن: والإجماع حج على العصر الثاني. قل حج على العصر الثاني، يعني أن إجماع العصر الأول حج على العصر الثاني، فليس الإجماع ملزما لمن وقع فيهم الإجماع فقط. يعني من إجماع الصحابة حج على التابعين، إجماع التابعين حج على تابعي التابعين، وهكذا. ولذلك الإجماع يلزم بمجرد ثبوته، يلزم بمجرد ثبوته. قال: وفي أي عصر كان. يعني الإجماع الشرعي مرتبط ومتعلق بحصول الاتفاق بين أو من المجتهدين في أي عصر كان، الصحابة ومن بعدهم، لأن في عصر النبي عليه الصلاة والسلام لا يقال إجماع، ما عندنا إجماع في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، عندنا قرآن وسنة، قرآن وسنة، لكن ممكن أن يقال اجتهاد، لكن إجماع بعد عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال رحمه الله تعالى: في أي عصر كان، في أي عصر كان، والمعنى بأن الإجماع في أي عصر كان، في أي عصر كان. ولذلك يقول بعض العلماء: إنما أجمع عليه الصحابة فهو بمنزلة الثابت بالكتاب والسنة في كونه مقطوعا به حتى يكفر جاحده، يعني جاحد الإجماع. وهذا قول عند الحنفية، وقال به جمع من أهل العلم من أهل التحقيق. لماذا؟ لأن الأمة ما يمكن أن تجتمع على ضلالة، فإجماع هذه الأمة قطعي، إذا أجمعوا ولا يكون هناك مخالف فمنكر الإجماع يقولون بأنه يكفر. قول المصنف الماتن رحمه الله: ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. ماذا يفيد قوله على الصحيح؟ أن المسألة خلافية، أن المسألة خلافية. فيقول رحمة الله عليه: ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. هذه مسألة مما اختلف فيها علماء الأصول، فبعضهم قال باشتراط اشتراط العصر شرط لصحة الإجماع وانعقاده، وجماهير أهل العلم وهو الذي ذكره الماتن رحمه الله تعالى لا يشترطون انقراض العصر. طيب ما معنى انقراض العصر؟ انقراض العصر أي ذهاب أهل العصر الذين وقع منهم الإجماع. فالإجماع العلماء إذا أجمعوا لا يتحقق اتفاقهم إجماعا معتبرا على قول من اشترط انقراض العصر حتى يذهب هذا الجيل، حتى يذهب هذا الجيل بلا ظهور عالم يخالف. فإن ظهر مخالف لقول العلماء الذين اتفقوا على المسألة قبل انقراضهم قالوا لم يقبل اتفاقهم، لم يقبل اتفاقهم إجماعا، بل يزول بمخالفة معاصريهم. وهذا قول مرجوح، والذي ذهب إليه طبعا بعض الشافعية ورواية عند الحنابلة، وهي رواية قوية كما ذكر بعض العلماء. استدلون لذلك بقول الله عز وجل: كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. قالوا: فجعلهم شهداء على الناس ولم يجعلهم شهداء على أنفسهم. طبعا
طبعا جماهير أهل العلم يذهبون إلى عدم اشتراط انقراض العصر، ولهم أدلة كثيرة في هذا، منها عموم أدلة الإجماع التي سقتها قبل قليل، أو سقت بعضها، فهي علقت الإجماع على مجرد الاتفاق، وكذلك اشتراط انقراض العصر يجعل الإجماع غير معتبر بأصله، إذ يستحيل عدم رجوع أحد من العلماء عن قول قاله، وهكذا. ثم قال رحمه الله تعالى مبيناً أنواع الإجماع، قال: والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين. هذه أنواع الإجماع. الإجماع الأول اسمه الإجماع القولي، احفظوا هذا، الإجماع القولي، أن يقع الإجماع بقولهم، أن يصرح كل واحد من المجتهدين بقوله، هذا يسمى الإجماع الصريح اليقيني، وهذا من أقوى أنواع الإجماع، الإجماع القطعي. الثاني الإجماع الفعلي، بمعنى أن يصدر من العلماء اتفاق في حجية هذا الأمر. الفعلي أن يصدر منهم اتفاق على حكم لا يصرحون به تصريحا قوليا بالحكم، لكنهم يتفقون عليه عمليا، وهذا أيضا مثل الأول، ما دام أنه لم يصدر من يخالف الإجماع، أو ما لم يصدر من أحد من العلماء ما يخالف هذا الإجماع. الثالث الإجماع السكوتي، وهو أن يصرح بعض المجتهدين بقول أو بحكم ويشتهر ويسكت الباقون، مثل ما يأتي أحيانا، قال بأن عمر قال هذا بمحضر من الصحابة ولم ينكر أحد، هذا يسمى إجماع سكوتي، هذا إجماع سكوتي. وهذا أيضا وقع فيه الخلاف على قولين، منهم من قال بأنه لا يسمى إجماع، والصحيح بأنه يسمى إجماع، لكنه ما يقال إجماع قطعي، وإنما إجماع ظني، إجماع ظني، فهو في المرتبة الثانية بعد الإجماع القولي والإجماع الفعلي، ولذلك هو إجماع معتبر وحجة أيضا، ولكنه كما ذكرت إجماع ظني. نعم. قال: قول الصحابي وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. نعم، قال رحمه الله تعالى: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. الصحابي هو من صحب النبي عليه الصلاة والسلام، يسمى صحابيا، ويعرفه العلماء بأنه هو من صحب النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ويقولون هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي. الآن هذه مسألة مهمة من مسائل أصول الفقه، هل قول الصحابي حجة على غيره مثلا، هل قول الصحابي حجة مطلقا أم لا؟ المسألة ترتيبها كالتالي: أولا، بالنسبة للصحابي إذا قال قولا مخالفا للقرآن والسنة فبالإجماع يقدم القرآن والسنة ولا يؤخذ بقوله، المصادم لنص القرآن والسنة. والسؤال: هل يمكن أن يكون صحابي يصادم القرآن والسنة؟ الجواب: ابتداء لا، لكن أحيانا قد لا يبلغ الصحابي الدليل فيقول قولا يخالف القرآن والسنة ولم يقف على الدليل، مثل بقية العلماء، وجد من الصحابة من بقي يشرب الخمر تأولا، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فلما أخبر عاد رجع يعني إلى الحق. والمعنى بأن الصحابي بإجماع أهل العلم إذا قال قولا صادم القرآن والسنة فلا يؤخذ بقوله، فلا يؤخذ بقوله. الأمر الثاني أن الصحابي إذا قال قولا لا مجال للاجتهاد فيه، مثل ما يتعلق بأمور الغيبيات مثلا، ذكر يوم القيامة، ذكر مثلا بعض الأشياء التي لا يمكن أبدا أن تقال من قبيل الرأي والاجتهاد، فإن هذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأن الصحابة عدول، ولأن الله تعالى زكى الصحابة رضي الله عنهم، ولا يمكن لصحابي أن يقول
على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله الله وما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثالث أن يقول الصحابي قولا، وهذا القول ينتشر بين الصحابة ويظهر من بعض الصحابة مخالفة له، فهذا القول للصحابي إذا ظهر مخالف له ليس بحجة. لماذا؟ لأن الأخذ بقول بعض الصحابة ليس بأولى من الأخذ بالقول الثاني. طيب ما العمل؟ الترجيح والنظر بالنظر إلى هذا القول الأقرب إلى أدلة الكتاب والسنة. وبعض العلماء استثنى الخلفاء الأربعة، فإذا قال الخلفاء الأربعة من هم الخلفاء الأربعة؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، قولا اتفقوا عليه، فإن من دونهم من الصحابة إذا قالوا قولا خالف قول الخلفاء الراشدين فإنه يؤخذ بقول الخلفاء الراشدين. وإذا اختلف الخلفاء الراشدون بينهم لكن اتفق أبو بكر وعمر فإنه يقدم قول أبي بكر وعمر على قول الخليفتين عثمان وعلي. وهذا طبعا ذكره ابن القيم وتوسع فيه وأطال النفس رحمه الله تعالى في مثل هذه المسألة. أيضا ذكرت قبل قليل الإجماع السكوتي. ما هو الإجماع السكوتي؟ أن يقول العالم قولا ويشتهر بين الناس ويسكت. الصحابي أيضا إذا قال قولا وانتشر بين الصحابة ولم يظهر مخالف فإن هذا يعد من الإجماع السكوتي، وهذا كثير خاصة لعمر بن الخطاب وأيضا لعلي رضي الله عنه. هناك مسائل كثيرة من تتبعها وجد يعني عدد ليس بالهين من الإجماع السكوتي في عهد الصحابة رضي الله عنهم. طيب عندنا المسألة التي حصل فيها الخلاف بين العلماء الأصول، وهي إذا قال الصحابي قولا ولم ينتشر هذا القول، قال الصحابي قولا ولم ينتشر هذا القول ولم يظهر مخالف لهذا القول، فهل هذا النوع الذي وقع فيه الخلاف، عفوا هذا النوع هو الذي يرد إلى أحد الأقوال السابقة أم لا؟ الماتن ماذا قال في متنه؟ قال بأن هذا ليس بحجة وأن هذا هو القول الجديد، يعني للشافعي رحمه الله تعالى، وبمعنى أن القول القديم أنه حجة، وأما القول الجديد قال ليس بحجة، وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد، على القول الجديد. والراجح بأن قول الصحابي إذا قال قولا ولم ينتشر ولكن لم يحصل هناك من ينكر هذا فإن هذا نعتبره من الاجتهاد، واجتهاد الصحابي مقدم على اجتهاد غيره، اجتهاد الصحابي مقدم على اجتهاد غيره. ولذلك الله تعالى امتدح الصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم محمد رسول الله والذين معه إلى آخر الآيات. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهذا كله يدل على أن الصحابي إذا اجتهد ولم يكن هناك مخالف حتى ولو لم ينتشر قول الصحابي لكن ثبت عنه بالإسناد الصحيح وليس فيه مصادمة لنص فإن هذا يعتبر من يؤخذ به، يؤخذ به في الراجح من أقوال أهل العلم على أنه حجة. ولذلك يقول ابن القيم رحمة الله عليه فإن الصحابة أعلم بمعاني النصوص وقد تلقوها من في النبي من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يظن بأحد منهم أن يقدم على أن يقدم أو يقدم على قوله أو يقدم على قوله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نعم
فلا يظن بأحد منهم أن يقدم على قوله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أو حرم أو فرض إلا بعد سماع ذلك، ودلالة اللفظ عليه واحتمال خلاف هذا كاحتمال الغلط والسهو في الرواية بل هو دونه. فإن رد قوله أمر أو ونحوه بهذا الاحتمال وجب رد روايته لاحتمال السهو والغلط، وإن قبلت روايته وجب قبول الآخر إذن هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم على أن الصحابي إذا قال قولا ولم يشتهر ولم يوجد من ينكر فإن قوله مقدم على من هو دونه. ولا شك بأن العناية بفقه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مهم جدا، وقد أكثر أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه القول في وجوب العناية بأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأنهم شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، وهم العرب الأقحاح الذين لم تتغير لغتهم ولا لهجتهم، وهم أدرى بمعاني نصوص القرآن والسنة، ولذلك النزوع إلى فقههم والنزوع إلى اجتهادهم لا شك بأنه يضيق دائرة الخلاف ويوسع دائرة الاتفاق. هذا هو العصر الذهبي الذي يجب على طالب العلم أن يعتمد، ولذلك للعلماء جهود كبيرة جدا في جمع آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، المصنفات مثلا، وكذلك حتى مثلا البخاري رحمة الله عليه اعتنى بالآثار في كتابه الصحيح، وهناك عناية أيضا بمن صنف كمصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وبقية دواوين السنة، اعتنوا بفتاوى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال الأخبار: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، وتكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. قال: والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم إلى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده، فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس ذلك حجة، إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والعنعنة تدخل على الأسانيد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإذا قرأ هو على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. طبعا هذا الفصل يعني بحثه في كتب مصطلح الحديث أولى، لكن المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر أدلة الكتاب والسنة والإجماع ذكر هذا، وإلا هذا طبعا غالبا ما تكون هناك مسائل لها موضعان، موضع متقدم وموضع متأخر. الأصل في هذه المسائل أن توضع مقدمة على غيرها، يعني توضع في المكان المتقدم ثم يشار إليها في المتأخر، لكن أحيانا قد يكون تأخيرها إلى مكان متأخر أولى، وذلك لزيادة البحث. يعني مثلا مسألة الأخبار لما ذكر أدلة الكتاب والسنة ناسب أن يكون في بحث السنة، دليل السنة يكون هذا مكانه، لكن لما ذكر الكتاب والسنة والإجماع ثم ذكر قول الصحابي، وقول الصحابي ذكرنا الخلاف في كونه حجة أم لا وذكرنا التفصيل، ناسب أن يذكر الأخبار، ولذلك أنا سأمر عليها مرورا سريعا، ولعل من يعني يقدم شيء في مصطلح الحديث يزيد هذه المسألة بحثا. طبعا ذكر الأخبار، الأخبار جمع خبر، وقيل هو النبأ، ولذلك يقولون جاء بالخبر أي بالنبأ.
عرف الخبر هنا قال الخبر ما يدخله الصدق والكذب، ومن أهل العلم من أهل التحقيق قالوا بأن هذا التعريف ناقص فيحتاج إلى قيد، وهو لذاته، ما يدخله الصدق والكذب لذاته، حتى يعني حتى لا يقال في أخبار الله ورسوله أن يدخلها الصدق أو الكذب، ولذلك قالوا لذاته ما يدخله الصدق أو الكذب، هذا معنى الخبر. ثم ذكر الأخبار بأنها تنقسم إلى قسمين، آحاد ومتواتر. المتواتر هو مأخوذ من التتابع، تواتر المطر إذا تتابع نزوله، وهو ما يوجب العلم. يقول الماتن ما يوجب العلم وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. هذا هو تعريف المتواتر. ومن علماء الحديث يقول متواتر هو ما يرويه الجمع عن الجمع، يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، وهذا يكون إما بسماع أو بمشاهدة. إذن هذا هو المتواتر، والمتواتر كثير ولله الحمد في دواوين السنة، أن يروي الجمع من العلماء عن الجمع عن الجمع إلى منتهى الإسناد، وهم جمع غفير كثير، اختلف العلماء في العدد، منهم من يقول 7، منهم من يقول 40، منهم من يقول 70، وهكذا. لكن عموما الجمع الكثير الذي يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، هذا هو المتواتر. قال رحمه الله تعالى في المتواتر ما يوجب العلم، ما يوجب العلم، هذا معنى المتواتر، يعني ما يفيد العلم الضروري، لأنه قطعي، لأنه قطعي، ولذلك قال ما يفيد العلم. ثم عرف بعد ذلك المتواتر، ثم ذكر بعد ذلك الآحاد. الآحاد معناها الذي يوجب العلم كما قال، ولا يوجب الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، ولا يوجب العلم. والآحاد مأخوذ من الوحدة والتفرد، ولذلك خبر الواحد هو أن يرويه الشخص الواحد. وبعض العلماء طبعا الآحاد له أيضا تقسيمات عند علماء الأصول، عند علماء المصطلح. قال في تعريف الخبر الآحاد هو كل خبر لم يصل إلى حد التواتر، هذا تعريف الآحاد، كل خبر لم يصل إلى حد التواتر. الآن لما انتهى من المتواتر وانتقل إلى تعريف الآحاد، قال بأن الآحاد يوجب العمل ولا يوجب العلم، يعني العلم اليقيني الضروري، وهذه مسألة سأذكر الخلاف فيها. طبعا حكم خبر الآحاد، حديث الآحاد، تتعلق فيه مسألتان. المسألة الأولى إفادته الظن، ولذلك الماتن ماذا قرر؟ قرر عدم إفادته للعلم، قال ولا يوجب العلم، يعني يفيد الظن، وهذه مسألة خلافية كما ذكرت لكم. الجمهور يقولون يفيد الظن لاحتمال الخطأ فيه، لكن هناك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك بعض المالكية، وهو منسوب إلى خويزمنداد، منسوب إلى الإمام مالك، ذكرها ابن خويزمنداد، قال رواية عن الإمام مالك أن يفيد العلم اليقيني، خبر الواحد إذا صح إسناده فإنه أفاد العلم اليقين، وهذا هو قول أيضا الظاهرية، مذهب الظاهرية. إذن عندنا الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد ورواية عن الإمام مالك، نسبها ابن خويزمنداد على أن خبر الواحد إذا صح إسناده أفاد العلم اليقيني، مثل الخبر المتواتر. بعض العلماء توسط فقال يفيد الظن إلا إن اتفق العلماء على العمل به، إلا إذا اتفق العلماء على العمل به. يقول أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول
والتصديق أو الذي اتفقت على العمل به فعند عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين أنه يفيد العلم، أنه يفيد العلم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وجوب العمل بخبر الواحد، لأن من الناس يسمع أحياناً بعض المسائل ويطير بها ولا يتحقق من هذه المسائل، يسمعون بأن خبر الآحاد يفيد الظن ويبنون عليه عدم إفادته العمل، وهذا غلط، هذا غلط. ولذلك على هذا انهدمت يعني أكثر الأحكام الشرعية، لأن أصلاً جاءت عن طريق إيش؟ أحاديث الآحاد، جاءت عن طريق أحاديث الآحاد، إذن يوجب العمل. ولذلك قال الماتن: والآحاد هو الذي يوجب العمل، يوجب العمل. فخبر الواحد يفيد العمل باتفاق من يعتبر قوله من أهل الإسلام، والأدلة على ذلك كثيرة. يعني يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الآية بمنطوقها فيها أن خبر الفاسق مردود، وبمفهومها أن خبر العدل الواحد مقبول، أن خبر العدل الواحد مقبول. الدليل الثاني أن الله جل وعلا بعث أنبياءه ورسله وهم كل واحد لوحده، فنبينا عليه الصلاة والسلام لوحده دعا الناس، كذلك بقية الرسل. الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث الرسل لوحدهم يبلغون دين الله، بعث إلى اليمن وبعث إلى كسرى وهرقل، هؤلاء كلهم واحد. الأمر الرابع، الدليل الرابع، ما تقرر عند الصحابة من قبول خبر الواحد والعمل به. من الأمثلة على ذلك تحول القبلة، فلما تحولت القبلة ذهب أحد الصحابة وكانت القبلة إلى بيت المقدس والناس يصلون، فقال: أشهد أنني أتيتكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن القبلة قد تحولت. فاستداروا وهم في الصلاة، استداروا وهم في الصلاة إلى بيت، إلى الكعبة، فقبلوا خبر الواحد. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ وفي لفظ عبدا سمع مقالتي فوعاها أو فحملها فرب حامل فقه إلى غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، وفي لفظ فحملها، فرب حامل الفقه فيه غير فقيه ورب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه. ولذلك الأدلة على هذا كثيرة، على قبول خبر الواحد وعلى وجوب العمل، وعلى وجوب العمل به. ثم ذكر المسند، وقلت لكم بأن هذا مرجعه إلى مصطلح الأصول. المسند يعني من الأحاديث ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. المسند الحديث هو المتصل الإسناد إلى الصحابي، إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني معروف. المرسل ما لم يتصل إسناده. طبعا علماء الأصول يختلفون مع علماء الحديث في المرسل. عند علماء الأصول أوسع في تعريف المرسل من علماء الحديث، فعلماء الحديث يرون بأن المرسل هو ما سقط منه الصحابي، ما سقط منه الصحابي، بينما علماء الأصول علماء الفقه يقول المرسل ما سقط منه راو، سواء في أول الإسناد أو وسط الإسناد أو آخر الإسناد، يعني اللي هو الصحابي. فهم أوسع في تعريف المرسل من أهل، من علماء الحديث. يعني مثلا قول البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. هذا الحديث مسند، لماذا؟ لأن متصل الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالذي رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام من؟ ابن عمر.
والذي رواه عن عمر من؟ نافع مولى ابن عمر. والذي رواه عن نافع من؟ مالك، وهذا تسمى السلسلة الذهبية، مالك عن نافع عن ابن عمر. والذي رواه عن مالك من؟ عبد الله بن يوسف شيخ البخاري. والذي رواه البخاري والذي رواه عن عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. أما المرسل فالماتن قال ما لم يتصل إسناده. مثال عند مالك في الموطأ يقول أخبرنا ابن شهاب، مالك يقول أخبرنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، تضبط المسيب والمسيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا يؤذينا بريح الثوم. هذا الحديث يسمى مرسل. طيب الإرسال وين؟ أنا أسألكم وين الإرسال؟ ها؟ أن الصحابي سقط، لأن سعيد ليس بصحابي، سعيد ليس بصحابي وإنما هو تابعي. وأكثر ما يروي سعيد عن من؟ ها؟ عن أبي هريرة، أحسنت، عن أبي هريرة. لماذا؟ أحسنت، زوج ابنته، ختنه، زوجه ابنته، وهو أكثر يعني مصاحبة لأبي هريرة. هذا هو المرسل. طبعا المصنف رحمة الله عليه ذكر قال بأن مراسيل غير الصحابة ليست بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، قال فتشت فوجدت مسانيد عن النبي، يعني متصلة، مسانيد عن النبي متصلة. ولذلك مثلا ابن حجر في كتابه تغليق التعليق ها ذهب فوصل كثير من المعلقات، بل أغلب المعلقات أو جميع المعلقات وصلها، ولذلك فتشت مراسيل سعيد فوجدت متصلة. وهذا طبعا قول الماتن، لكن هناك قول بأن مراسيل غير سعيد أيضا مقبولة إذا اتصلت، مقبولة إذا اتصلت. ويذكرون لهذا شروطا بالنسبة لقبول مراسيل غير الصحابة. طبعا أحيانا قد يرسل الصحابي، كيف يرسل الصحابي؟ يعني مثلا عائشة رضي الله عنها حدثت ببدء الوحي، ببدء الوحي من أين أخذته؟ ها؟ لا، حدثت بأمور في بدء الوحي لم تكن هي موجودة، فيحتمل أنها أخذتها من النبي عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أن أخذتها عن الصحابة كأبي بكر وبقية الصحابة. كذلك ابن عباس رضي الله عنه أحيانا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لم يولد بعد، فيكون هذا من المراسيل. ولذلك أجمع العلماء على أن مراسيل الصحابة مقبولة. لماذا؟ لأن الصحابي يحدث عن الصحابي. وحينما حدث أنس بن مالك رضي الله عنه بحديث قال له سائل يا أبا حمزة، هذه كنية أنس، قال يا أبا حمزة أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فتغير وجهه واشتد عليه وقال ما كل ما نحدثكم سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم نكن يكذب بعضنا أو يكذب بعضنا على بعض، ولا يتهم بعضنا بعضا. فدل هذا على أن مراسيل الصحابة بالاتفاق أنها مقبولة ولا يناقش فيها. مراسيل غير الصحابة ذكرت بأن الماتن ذكر فقط مراسيل سعيد، والواقع بأن القول الثاني وهو مذهب جمع من أهل العلم على قبول مراسيل غير سعيد بشروط يذكرونها، كونه يعني ثقة غير مدلس، عفوا غير مدلس، وأيضا يكون قد عاصر الصحابة، أخذ عن الصحابة، وأيضا أن يكون ثقة غير مردود. طبعا هناك من العلماء من ذهب إلى قبول أو الاحتجاج بالمرسل مطلقا، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، وأيضا رواية وهو قول أحمد، ورواية عن الشافعية رحم الله تعالى الجميع. قال والعنعنة تدخل على الأسانيد. العنعنة قول الراوي حدثنا فلان عن فلان عن
هي تسمى العنعنة، وهذا نحت المعنى بأن المقصود بالعنعنة أن يقول الراوي عن من تلقى عنه يقول حدثنا فلان عن فلان إلى آخر الإسناد أو إلى يعني أغلب الإسناد. يقول والعنعنة تدخل على الأسانيد، يعني لها حكم المسند، لها حكم المسند. لكن العلماء يذكرون شروط، يقولون أول سلامة الراوي بالعنعنة من التدليس، وأيضا ثبوت ملاقاته لمن رواه بالعنعنة، لمن رواه بالعنعنة. ذكر بعد ذلك ما يتعلق بقضية قال وإذا قرأ على الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإذا قرأ هو على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. طبعا هذه المسائل فيما يتعلق بمصطلحات استقر عليها العمل عند كثير من أهل العلم، وهي ليست محل إجماع ولا اتفاق، ولذلك نجد بين البخاري ومسلم خلاف في مسألة أخبرنا وأنبأنا، خلاف. البخاري رحمة الله عليه توسع في هذا ويرى بأنها بمعنى واحد، وأما مسلم رحمه الله تعالى فله مصطلح في هذا، وكذلك بقية العلماء. لعلنا نقف عند هذا الحد، وإن شاء الله في غدا سنبدأ بعد المغرب بحول الله، ويكون أول درس هو عن القياس، ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب. والآن جاء دور الأسئلة لأنهم وضعوا ثلاثة جوائز. طيب نأتي من المعلومة الأخيرة اللي أنتم أكيد ما نسيتوها، من يعرف المسند والمرسل؟ المسند والمرسل. أو تعريف المتن ما لم يتصل سند. جزاك الله خير، جزاك الله خير. طيب بالنسبة لمراتب الإجماع اللي ذكرناها، أنت بعيد كيف نسمعك؟ قرب قرب. ها تفضل. الإجماع القولي والإجماع الفعلي والسكوت. بارك الله فيك. طيب بالنسبة لمذهب الجمهور في دفع التعارض بين الأدلة، ما هي الخطوات التي يسلكها الجمهور في دفع التعارض بين الأدلة؟ أولا الجمع. الجمع ويعمل بين يعني نسيت. الثاني الترجيح. يعني نعم. والثالث النسخ. جزاك الله خير. ها انت سامحنا. طيب نكتفي بهذا القدر لان الوقت تاخر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.